أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج انتبه. النهاردة هنتكلم على آلام الكعبين. كثير من المشاهدين يقول أنا بشتكي من آلام في كعب رجلي، ظهر فجأة في كعب واحد أو في الكعبين. طبعا بعض المرضى بيشتكي من آلام في الكعبين مع الحركة مع المشي، يقول أنا طول ما أنا ماشي حاسس بألم في رجلي، حاسس إن في مسمار في كعب رجلي بيشك في رجلي، تعبان جدا جدا. في مرضى ثانيين بقى يقول إيه، لا أنا ما بكون نايم وقايم من النوم الصبحيه ونازل من على السرير بحس كاني مش قادر انزل على كعوب رجليا وحاسس بالم شديد، وبمجرد ما بتحرك بيروح هذا الالم. او يقول مثلا ان انا وانا قاعد على كرسي فتره طويله باجي اول ما ابتدي اتحرك بحس ان في دبابيس ومسامير في كعب رجليا وبتبتدي مع الحركه تقل. طبعا هنا اللي احنا اتكلمنا عليه ده الام الكعبين، وقلنا ان الام الكعبين لابد ان تكون حاجه من الاثنين، يا اما الام حركيه يا اما الام التهابيه. الالام الحركيه اللي هي بيبقى الالم مع الحركه ومع الراحه بيخف. الالام الالتهابيه هي الام بعد فتره حركه وبتخف مع الحركه. طبعا هنا هنلاقي ان دي ليها اسبابها ودي ليها اسبابها. من اكثر الاسباب اللي تسبب الام الكعب الحركيه هو زياده الوزن الانسان، استخدام شوز بطريقه خاطئه اللي هو الحذاء بيكون ضيق او غير سليم، ممارسه رياضه على ارض صلبه فجاه بدون مقدمات او بدون تجهيز، كل ده بيؤدي الى الام الكعب الحركيه. اما الام الكعب الالتهابيه فاكثر اسبابها هو حدوث اللي هي حدوث التهابات او وجود بؤره صديديه في الجسم، سواء هذه البؤره الصديديه تكون في الجهاز البولي او في الحلق او في الجهاز الهضمي او في الجهاز التناسلي. هذه البؤره الصديديه موجوده لفتره زمنيه طويله، طبعا بتؤدي ممكن بعد كده تؤدي الى التهابات في الجسم كله، ومن اشهر هذه الالتهابات التهابات في الكعبين اللي هو اتفقنا بتكون التهابات وتقل مع الحركه. طبعا ده مهم جدا جدا ان احنا نفرق ما بين الالام الحركيه والالام الالتهابيه، عشان ده طبعا هينبهنا ان احنا نتجه الى تجنب الاسباب اللي هي ادت الى هذا الموضوع. بالنسبه للالام الحركيه استخدام لابد من استخدام شوز مريح، لابد ان احنا اما نحب نمارس رياضه ما نمارسهاش على ارض صلبه او ارض ترتان مره واحده، لابد ان تكون ارض عشبيه اذا كنا بنحب نمشي او نمشي لفترات معينه. ايضا اذا كنا بنعمل عمل اذا حصل زياده في الوزن لابد ان ننتبه الى زياده الوزن ان دي ممكن تؤدي الى الام الكعبين. اما بالنسبه للالام الالتهابيه فيهمنا جدا جدا ان احنا ننتبه الى نوع هذا الالام ونعمل التحليلات اللازمه، سواء كان تحليلات النشاط الروماتيزمي سواء كان سرعه الترصيب او بروتين سين التفاعلي او غيرها او تحليل بول، عشان لو في اي بؤره صديديه في الجسم لابد ان احنا نعالجها، لان بمعالجه هذه البؤره الصديديه هتتعالج آلام الكعب. وبالتالي طبعا لابد ان ننتبه الى هذه المسببات سواء لآلام الكعب الحركية او لآلام الكعب الالتهابية، ودي اللي بالتالي هتؤدي الى حدوث الشفاء ان شاء الله. والى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج انتبه.